استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيره خارجيه جمهوريه تنزانيا السيده لبراتامولا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ومشاركه مدير اداره افريقيا بوزاره الخارجيه التنزانيه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته الى الرئيسه التنزانيه ساميه حسن معربا سيادته عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخيه المتميزه مع تنزانيا ومشيدا بقوه الدفع التي تشهدها هذه العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيره وما شهدته من تفعيل اليات التعاون المشترك في مختلف المجالات من جانبها نقلت وزيره الخارجيه التنزانيه رساله خطيه الى السيد الرئيس من السيده رئيسه تنزانيا ساميه حسن تضمنت الاعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخيه العميقه مع مصر والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين والتطلع للاستفاده من الخبره المصريه العريضه في مجال المشروعات التنمويه العملاقه. كما تضمنت الرساله الاشاره الى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لانشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقه الكهرومائيه في تنزانيا واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول كذلك قضيه سد النهضه حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على امنها المائي وعلى الحقوق التاريخيه المكتسبه في مياه النيل وذلك من خلال التوصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الاجيال الحاليه والقادمه في مياه النيل المصدر الاساسي للمياه لمصر